أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة أوبك بلس ليست مجموعة احتكارية، بل منتجين ومنظمين للسوق، مبينا أنه يتم الاعتناء جيدا بسوق النفط ومصالح جميع المنتجين والمستهلكين، وأن جميع دول أوبك بلس تفي بالتزاماتها لضمان استقرار الأسواق. وأضاف: كانت لدينا مفاوضات مع أمريكا وما زلنا مقتنعين بأن ما نفعله صحيح. وأشار إلى أن مجموعة أوبك بلس تأخذ قراراتها بطريقة مسؤولة.